السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم قراءة القرآن في ماء ورشه في زوايا المنزل. السؤال: لي منزل لا أسكن فيه، فهل يجوز رش الماء المقروء عليه آيات الرقية في أركان المنزل والذهاب للصلاة فيه وقراءة القرآن من الحين للآخر كي لا يكون بيتا للشياطين؟ الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فالصلاة وقراءة القرآن في البيت من أعظم أسباب تحصيل البركة وطرد الشياطين عنهم. ومن هذا الباب أيضا قراءة القرآن في ماء ورشه في زوايا البيت مع اجتناب رشه في الأماكن النجسة كأماكن قضاء الحاجة ونحوها. ولا فرق في هذا كله بين أن يكون البيت مسكون أو غير مسكون، فعمومات الأدلة قاضية بشمول الجميع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خير، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه قال: إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. وإن البيت لا يضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين، ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن، أخرجه الدرامي. والأحاديث والآثار في الباب كثيرة مشهورة، وبه تعلم أن هذا الفعل الذي سألت عنه لا بأس به ولا حرج في قراءة آيات الرقية على ماء ورشه في زوايا المنزل والحديقة بهذا الماء. والطريقة الصحيحة لذلك هي قراءة آية السحر على الماء، وخصوصا قول الله تعالى: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، سورة يونس 81. ثم يرش الماء المقروء عليه في البيت والحديقة فيبطل السحر إن شاء الله. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله: ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء في إناء وصبه على المريض، وبهذا يعلم أن التداوي بالقراءة في الماء وصبه على المريض ليس محظورا من جهة الشرع إذا كانت القراءة سليمة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.